réfléchis à un 10 Valentin. فالنتين كل يوم من عيده. إنه هو شفيع الحب بقولوا له مش هيك؟ هو محبة، يعني تحبي كل العالم مش بس حبيبك. خبريني مين بتحبي أكتر، الماما ولا البابا؟ اثنيناتهم. هلا القديس فالنتين ما بعرف شيء صراحة، إلا إذا حضرت التالي الميار خليهن يخبرونه. يا شبيبة أنا بدعي كمان هون الشبيبة إنه مش شغلة بالمصاري ولا بقيمة الكادو ولا إذا تذكرته للآخر بهيدا النهار ولا لأ، الشغلة هو إنه بهالقديس يلي عيش هيدا الحب أو يلي جمع الأحبة بين بعضهم. حتى نتأمل عن جد شو هو الحب، وحتى نعرف في حياتنا شو هو الحب من إكسبرينستي مع ربنا. تأملت بآية من الإنجيل يلي بتقول إنه حبوا بعضكم بعض مثل ما أنا حبيتكم. الحب يعني المحبة اللي فاضت علينا من الله. بعملية الحب بده يكون في ثلاثة، المحب والمحبوب والحب بحد ذاته. نحن هلأ عم نعيد حب، ما بعرف أي حب، حب تاني تجاري غير موجود أصلاً بالكنيسة. فالنتين هو شهيد مسيحي، لكن أي واحد منهم اللي بنعيد له ب14 شباط ولي اقترن اسمه أداسته بموضوع الحب. عندنا فالنتين أسقف مدينة تيراني بإيطاليا يلي حكم عليه بالموت سنة 269، يعني بالقرن الثالث. فالنتين كاهن تصلب قدام الأمبراطور الروماني اللي طلب منه ينكر إيمانه ورفض وقطع رأسه بروما سنة 208. بكتاب قائمة الشهداء الرومان طبعت سنة 1705 إنه هل فالنتين هني واحد يلي حكينا عن أولاني حكم عليه بالموت بسبب الأعجوبة، والتاني انقطع راسه لأنه رفض ينكر الإيمان، هني شخص واحد. البابا غاليليوس الأول هو اللي حدد عيده ب14 شباط بمرسوم أصدره باللغة اللاتينية سنة 495، وأعلنوا الذي يحمي أو يحفظ يلي بيحبوا بعضهم بعض. حركة الحب بالإخلاء هي فيض بالكيان، بدي ابذله لاخر، مش نقص بالكيان بدي حققه من خلال اخر. فرق كتير كبير. انا بعدني بالانا لما بحب هداك الصوره، بس انا بصوره الله بالحب لما بعيش سر البذل الكلي للذات والاخلاء الكلي. ما في اسهل من انك تبذل اشياءك في سبيل من تحب، لكن ما في حب اعظم من انك تبذل ذاتك لاجل من تحب.